بدأت حالة من التحريض الواضح على فريق النادي الأهلي وجمهوره من ناس كتيرة جدا. مش عايزين نقول تحريض، شكل من الأشكال اللي مش لطيفة انتشرت بشكل كبير اليومين اللي فاتوا. مش قادر أقول يعني الموضوع سيء إزاي. ماتش العودة في رادس يوم الجمعة اللي جاية، ولما يطلع كلام من ناس يا رب تتكرر المذبحة مرة تانية، يا رب المرة دي يرجعوا ب74 شهيد ويزيدوا يبقوا 100، يا رب أنا أكون معاهم هناك وأعرف أسافر عشان أشارك وأقضي على الجمهور، يا رب ينزلوا يضربوا اللعيبة. لا، واللي أدعى وألعن من كده إن اللي بيقول كده مصري. تخيلوا ناس على السوشيال ميديا مصرية بتقول كده، بتدعي بده، بتتمنى الشر عيان بيان وعلنا قدام الناس لناس زيهم. لو كان جارك هو اللي مسافر بيشجع النادي الاهلي، لو اخوك سافر شجع النادي الاهلي هتبقى مبسوط؟ انا مش هقعد اقول لاخوك بقى ولا ابوك، واحد ما تعرفوش. ليه تتمنى الشر لحد؟ ليه الدعوات الغريبه دي؟ ليه يطلع صوت من جمهور تونس يقول احنا هنعمل وهنسوي؟ ليه جمهور النادي الاهلي في ناس منه تطلع تقول احنا هنروح هناك عشان لو حصل خناقه ولا عركه احنا هنقف وهنعمل؟ ما يعني في 60 داهية كرة القدم، في 60 داهية الرياضة. يعني أنا شخصيا فاكر كويس قوي يوم بورسعيد، وفاكر كويس قوي يوم استاد الدفاع الجوي، وبتهيألي أنتوا كمان فاكرين إحنا كنا عاملين إزاي يومها وقاعدين نكلم الناس اللي نعرفها في استاد بورسعيد، وقاعدين قدام التلفزيون عاملين لقلب ان كل شويه العدد بيزيد. لا، دول 20 بقوا 25 بقوا 30 بقوا 40، كل واحد حاطط ايده على قلبه ليكون واحد من اللي وقعوا هناك يعرفه، عشان تبقى مصيبه الواحد مصيبتين. في كام واحد فيكو عنده على النيوز فيد بتاعته او الفريند ليست على الفيسبوك حد يعرف حد من جمهور الاهلي اللي راح في استاد بورسعيد؟ وكم واحد عندكو يعرف حد من جمهور الزمالك اللي راح في الدفاع الجوي؟ ليه؟ استفدنا ايه؟ يا عم الاهلي يخسر البطوله، يخسر البطوله مش مشكله، ولا الترجي يخسر البطوله، ولا البنالتي مش بنالتي، ولا ازارو قطع التيشيرت ولا قطع الشورت، ولا كارتيرود ضرب بالشلوت ولا ما ضربش بالشلوت، استفدت ايه؟ فرقت في ايه؟ هيحصل ايه؟ يعني تاني يوم هتصحى وهتروح شغلك برضه، وهتنزل وهتركب مواصلاتك او تركب عربيتك وتروح شغلك، استفدت ايه؟ اللعيبه في الاخر هتاخد مكافاتها وده اكل عيشها وحقها، او مش هتاخد المكافئات وهي اللي هترفع الكاس، وفي الاخر بعد شهر ولا اتنين هنقول اه ده الاهلي المصري خد البطوله او الترجي التونسي خد البطوله. تولع البطوله قدام نقطه دم من واحد رايح يشجع في حاجه اسمها رياضه، من المفروض انها رياضه، من المفروض ان فيها تسامح، لكن نقعد نقوم على بعض ليه؟ ما هياش مش سهله خالص، الدنيا ابسط من كده بكتير بكتير. ولا عايزين نعمل خناقة تاني زي موضوع الجزائر، ويطلع بقى ناس احنا بنموت الحقونا، زي ما كان حصل كده في السودان، وتكتشف ان مفيش اي حاجة حصلت، ولا سكاكين بقى ولا مطاوي ولا ما، نطلع بقى ونروح نقف نعمل مظاهرات قدام سفارة الجزائر ونقفل الزمالك كلها، منطقة الزمالك في القاهرة. ليه؟ على ايه؟ ليه؟ استفدت ايه يعني؟ هتتبسط لما يبقى احنا عندنا كده في مصر حالة حداد تانية خارجين من مصيبة حاصلة في المنيا وناس ماتت، نخش في مصيبة تانية عشان في جمهور مصري اتضرب في تونس مثلا، او جمهور مصري اتخانق في تونس فضربوا بعض في ناس اتعورت من ناحيتين؟ مش مستاهلة خالص. عادي، في اخطاء بتحصل، اه في اخطاء محسوبة للنادي الاهلي، في اخطاء محسوبة للنادي الاهلي، والكاف خد خطوات في هذا الموضوع. يا زملكاوي لسه في ماتشك الاخراني اتحسب لكم بنالتي ما هوش حقيقي، والاهلي اتحسب له بنالتيين، يا سيدي خلينا نقول البنالتيين، ما انا مش خبير كروي ولا خبير تحكيمي، مش حقيقي برضه. ايه المشكله يعني؟ في فرق بتاخد كاس عالم بغلطه وفي الاخر بتنسى، يعني ما بنوقفش، ما بنقتلش بعض يا جماعه. الحاله دي ارجنتينو مارادونا انها يد الرب، في عز ما كانت انجلترا والارجنتين في خناقه على جزيره اسمها جزيره فوكلاند، جزيره على الحدود الارجنتينيه انجلترا كانت محتلاها،
حرب حقيقيه، حرب ما بين دولتين فيها ناس بتموت بجد، والارجنتين كسبت والجمهور ما نزلش ضرب بعضه ما بين الارجنتين وانجلترا. يعني ربنا ميزنا بده، رب الكون ميزنا بميزه، العقل بقى المره دي.